بتنظيم مخيم صيفي بيئي لطلاب الوحدة بدعم من شركائنا في بوسطن مؤسسة 143. جاء هذا المخيم في إطار تعزيز وترسيخ المفاهيم البيئية لدى الطلاب من خلال أنشطة مختلفة شملت على فحوصات لمياه الشرب من ناحية بيولوجية، التعرف على التنوع الحيوي الفلسطيني من خلال مسارات ميدانية، الزراعة داخل البيوت البلاستيكية وإعادة التدوير، بالإضافة إلى أنه تعرف الطلاب على المشاكل البيئية اللي بتحيط فينا وأخذوا على عاتقهم مسؤولية مجتمعية من أجل حل هذه المشاكل ليكون لهم أثر إيجابي باتجاه البيئة. شاركت في مخيم بيئي الثاني اللي كان مدته أسبوع، استفدنا كثير، تعلمنا كيف نزرع، وأجا محاضرين علمونا عن أنواع الحياة والحيوانات بشكل عام والنباتات العطرية وغيرها، وكثير استفدنا في المخيم الصيفي، وتعلمنا كيف نفحص المي إذا تكون ملوثة أو لا، ورحنا آخر يوم رحلة ترفيهية تعليمية على نابلس، رحنا على مصانع الصابون وتعلمنا كيف بيصنعوا الصابون النابلسية غاد، ورحنا على أماكن أثرية مثل سباستيا، وكانت رحلة كثير ممتعة ومخيم صيفي بيئي كثير حلو.